السلام عليكم. وانتهت جولة أوروبية مليئة بالإثارة والمتعة. الأميز كانوا السيتي والإنتر واليوفي وتوتنهام والأرسنال وأتلانتا ونابولي وريال مدريد. والأسوأ كانت تشيلسي. ولا جديد على قوة البايرن والميلان والأتلتي، فالصدارة تناسبهم. وبرشلونة يفوز ولكن كالعادة من دون إقناع، بس المهم إنه فاز. ودورتموند بدأ يستعيد توازنه في ألمانيا. هاي العناوين هي أهم ما شهدته الجولة الأوروبية. مقتطفات سريعة وخاطفة في حلقة اليوم بما يسمح لنا به الوقت. بس قبل أي شيء، في مفاجأة كبيرة قادمة قريبا في غضون أيام قليلة. ما راح أحكي الآن شيء، بس في إشي ما شفتوه من قبل. إذا ما بدك يفوتك أي شيء ففجر زر الاشتراك أسفل المقطع. لا تستغربوا يا جماعة، أنا بالنسبة لي اليوتيوب هو منصة لإسعاد المتابعين والجماهير. النجاح اللي أنا بحصل عليه هو بسببكم أنتم، وكل ما كبرت القناة أكثر وأكثر هذا بيعطيني فرصة وميز إني أعمل تعاونات مع شركات ومؤسسات كبيرة وأقدم لكم مفاجآت وجوائز تليق بكم. الآن إذا ما بدك يفوتك أي شيء ففجر زر الاشتراك أسفل المقطع وأعطي اللايك العنيف للحلقة حتى نوصل الحلقة ل 200 ألف لايك. وإياك ثم إياك ما تكون فعل جرس التنبيهات على كل الإشعارات، وهاي حساباتي الشخصية اللي بتواصل معكم من خلالها، ومنها بطلع معاكم لايف بنحكي وبنستمتع وبندردش. وتعالوا نستمتع بحلقة نارية مع بعض. انطلقنا. في الدوري الإسباني ريال مدريد يواصل ملاحقة الأتلتي على صدارة الدوري. آخر 7 مباريات الريال فايز في 6 ومتعادل في مباراة. بالمقابل الأتلتي من بعد خسارته من الريال في الجولة 13 لعب 4 مباريات فاز فيهم كلهم، مع إنه أنا قلت لسيميوني يفوز في 3 مباريات فقط وأمورك حتكون في السليم. لحد الآن صار فايز بأربعة على التوالي. الدوري الإسباني أنا شايفه مولع على صفيح ساخن، وما زلت عند رأيي إنه الريال وبرشلونة إذا بدهم ينافسوا الأتلتي على اللقب، 1 لازم ما يتعثروا مع الصغار، 2 يضربوا الأتلتي في المواجهات المباشرة. هذا هو الحل الوحيد لإسقاط الأتلتي عن الصدارة، لأن الأتلتي يهزم الصغار ولا يبالي. والمصيبة إنه متصدر على الريال بفارق نقطتين وناقصه كمان مبارتين، يعني لو فاز فيهم بيوسع الفارق لثمان نقاط عن أقرب منافسيه، وهذا رقم كبير في إسبانيا، والأتلتي قادر على ذلك. لا ننسى ريال سوسيداد وإشبيليا وفيا ريال ونسقطهم من حسبتنا. لا، هدول الفرق الثلاث راح يسببوا مشاكل كبيرة في جدول الترتيب، وراح يكون السبب رئيسي في تحديد هوية البطل الموسم. ما بقول راح يكونوا أبطال للدوري، لا، بس هم راح يكونوا سبب في توجيه دفة البطولة فريق معين، فلازم الكل يحط لهم مليون حساب. الشيء اللي انا مبسوط منه انه الدوري الاسباني هاي السنه مولع، واللي بحزنني هو وضع نادي برشلونه الى حد ما. سنه تعيسه جدا عاشها الفريق من يناير 2020 ومستمره لحد الان يناير 2021، والامل قائم على اداره جديده توصل فتنتشل الفريق من ازماته الكثيره، وان يبقى ميسي داخل الكيان. والهدف المطلوب في القريب العاجل هو ان يتخطى برشلونه نادي باريس سان جيرمان في قمه دور 16 لدوري ابطال اوروبا. هذا هو حلم اي مشجع برشلوني. في هاي الجوله شفنا الريال بيفوز على سيلتا فيغو 2-0 هدفين سجلهم لوكاس فاسكيز واسينسيو، والحلو انه كل واحد منهم صنع هدف الاخر. رهانات زيدان على اجنحته لا تخيب. وفي ذات الجوله الاتلتي يفوز على الافيز 2-1 بصعوبه في مباراه تشفيها الاتلتي للدقيقه 90 حتى يضمن الفوز، فكان لابد انه يتدخل لويس سواريز السام ليعطي النقاط الثلاث للاتلتي. برشلونه للاسف يشاهد لويس سواريز وما يفعله مع الاتلتي ويبكي دما، لانه برشلونه انتصر على هويسكا 1-0. اداء هجومي رائع ولكن عابه تسجيل الاهداف. ميسي لعب بمزاج عالي، كان ممكن برشلونه ينهي الامور في الشوط الاول مبكرا يفتح السكور، ولكن حارس هويسكا بالاضافه لتعجل لاعبي برشلونه في الفينش صعب المهمه. جميل انه شباك برشلونه ما استقبلت اهداف مع انه كان الامر على وشكه يحصل. ننتقل للدوري الايطالي اللي هو الاخر لا يقل جمالا عن الدوري الاسباني، بل بالعكس هو اجمل بعوده البيج ميلان للواجهه. من يسقط الميلان في ايطاليا؟ صار هذا هو السؤال المطروح. 10 شهور لم يسقط الميلان في ايطاليا، هل هي البطوله اخيرا يا جماهير الروزونيري؟ المصيبه انه الخصم التاريخي في ذات المدينه الانتر يقدم موسم رائع محليا. الميلان والإنتر في صراع دموي على صدارة جدول الترتيب، واليوفي عاد للواجهة شيئا فشيئا. الميلان في الصدارة ب 37 نقطة، الإنتر وراه مباشرة في المركز الثاني ب 36 نقطة وفايز في آخر 5 مباريات، يا عفو الله الرحيم. لذلك الميلان يتألق، نعم، بس كل الفرق اللي حواليه في ارتفاع مش في انخفاض. يعني مثلا في هاي الجولة الميلان فاز على بينيفينتو 2-0، ولكن الإنتر سحق كروتوني 6-2، روما الثالث فاز بصعوبة على سامبدوريا 1-0، نابولي الرابع ذبح كالياري 4-1، اليوفي الخامس قضى على أودينيزي 4-1، وقلص الفارق مع الميلان لعشر نقاط ونقص مباراة. بس النتيجة الأعنف في إيطاليا هي اللي عملها أتلانتا السابع في ساسولو السادس. نعم، أتلانتا ذبح ساسولو من الوريد الوريد 5-1. أيوة، القمة الكبيرة اللي العالم كله بينتظرها حتكون بكرة الأربعاء، وهي راح تحدد معالم الدوري بشكل واضح. الميلان يستضيف اليوفي في معركة لا تقبل القسمة على 2. إذا فاز الميلان فاليوفي راح بعيد وصعب يرجع، وقد نشهد خسارته للدوري بعد اكتساح دام 9 سنوات. بس لو فاز اليوفي حيكون
أول فريق يفوز على ميلان من 10 شهور في إيطاليا، وسيقترب من الصدارة بشكل فعلي ويسلم زمام الأمور للإنتر اللي بتمنى تعثر الفريقين. وعلى فكرة اليوفي صعب يخسر، هو خسر بس مرة واحدة هذا الموسم، ولكنه بيفقد نقاط كثيرة بالتعادل، فاز 7 مباريات وتعادل في 6، تخيل رقم كبير جدا. اقلبوا لي الصفحة على الدوري الإنجليزي، إيش قصة تشيلسي؟ إيش دوامة سوء النتائج اللي صايب لامبرد هاي الفترة؟ بتذكر إن ميدو قطع رسميا بإقالة لامبرد قبل انتهاء مرحلة الذهاب وحط شعره رهان لذلك. طبعا بتتذكروا قصته في 2016 لما حط شعره مقابل فوز ليستر بالدوري وصارت، وحلقوا له شعره لايف بالاستوديو. بصراحة على اللي حاصل الآن مع تشيلسي ممكن جدا، ولكن الوضع استثنائي والكورونا تحمي رؤوس كثير مدربين. صدقوني لو ما في كورونا والوضع طبيعي لشفتوا إقالات بالهبل هذا الموسم. شو اللي مخليه أقل موسم في آخر 10 سنوات في إقالات؟ الجواب سهل، الوضع الاستثنائي بسبب الكورونا. تشيلسي قدم مباراة هي الأسوأ مع لامبرد من سنتين وخسر بإهانة 3-1 من السيتي. كان ممكن تكون 7 أو 8، أوف أوف. لا بالغت يا محمد، مش صحيح والله يا جماعة، اللي تابعوا المباراة بيعرفوا تماما أنا شو بقصد. اكتساح تام للسيتي، تشعر وكأنه السيتي بلاعب فريق هاوي مش واحد من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بل فريق يطلق عليه محبيه فخر لندن بحكم أنه فاز بكل الألقاب المحلية والأوروبية. سوء منقطع النظير لتشيلسي، بالمقابل تعظيم سلام لبيب جوارديولا وشبابه. تخيل أن بيب جوارديولا دخل المباراة وعنده 5 لاعبين غايبين لأنهم مصابين بالكورونا، ودكة ضعيفة ما فيها إلا أجويرو ومحرز والاثنين مش جاهزين. في مقابل ترسانت نجوم تشيلسي من دون غياب ودكة مرعبة جدا. والمباراة في ملعب تشيلسي بالمناسبة، وفاز بالعرض والطول تكتيكا ونتيجة وأداء وفرص. السيتي فاز في آخر 3 مباريات ويقترب من رأس الجدول شيئا فشيئا، جمع 29 نقطة وناقصه مباراتين، لو فاز فيهم بيكون مباشرة خلف ليفربول واليونايتد المتصدرين. إيش؟ اليونايتد متصدر؟ آه والله اليونايتد متصدر، راح أحكي عنه. بس قبل بدي أواسي جمهور تشيلسي على مصابهم وأذكرهم إنهم في المركز الثامن ب 26 نقطة، فازوا في مباراة واحدة فقط من آخر 5 مباريات. أما الجميل في إنجلترا فعلا فهو صحوة اليونايتد. مانشستر يونايتد يعتلي صدارة الترتيب ب 33 نقطة مناصفة مع ليفربول. اليونايتد فاز في 4 مباريات من آخر 5، جمهوره سعيد جدا جدا وباتوا يحلموا فعلا بلقب الدوري المبتعد من 8 سنوات. طبعا ما بدي نكد عليهم فرحتهم وأذكرهم أنا شو قلت في حلقة أنا أقطع، بس أنا نفسي بكون مبسوط جدا بعودة الكبار للمنافسة. هذا هو المكان الصحيح والمناسب لليونايتد، المنافسة على اللقب ولا شيء سواها. بس هل يصمد سولشاير؟ أفضل ما خدم سولشاير هو تعثر ليفربول بالتعادلات الكثيرة والانهيار المفاجئ اللي صار لتوتنهام. مانشستر يونايتد في آخر جولة فاز في مباراة مهمة جدا لأنها على أحد خصوم الصدارة. نعم اليونايتد أسقط أستون فيلا 2-1. أما أنا في وقت تصوير الحلقة فليفربول يلعب مع ساوثهامبتون في مباراة مهمة جدا، ما بعرف على إيش رح تنتهي، بس اللي بعرفه إنه ساوثهامبتون مقدم موسم ممتاز ووضعه في الدوري أفضل من تشيلسي وهو أحد فرق صراع المقدمة، وبعرف إنه ليفربول في آخر 5 مباريات تعادل 3 مرات. نيجي لتوتنهام اللي أخيرا حقق انتصار بعد سلسلة نتائج سلبية، أسقطته من الصدارة للمركز الثامن في غضون أسبوعين فقط. إيش؟ من الأول للثامن في أسبوعين؟ آه والله هذول صعب، وهذا هو جنون الدوري الإنجليزي الممتاز. توتنهام فاز على ليدز يونايتد 3-0 في مباراة غريبة اكتسح فيها مورينيو خصمه المخضرم بيلسا تكتيكيا. توتنهام بهذا الفوز ارتقى للمركز الرابع. أما عريس الجولة في إنجلترا فهو الأرسنال الممتع، فعلا كان ممتع في فوزه على ويست بروميتش ألبيون 4-0. هيك الأرسنال صار في المركز 11 صحيح، بس فعليا الفرق بينه وبين تشيلسي فقط 3 نقاط، وإذا استمر بهذا الأداء المتصاعد اللي فاز فيه في آخر 3 مباريات فمعناها استعدوا يا فرق المقدمة، الأرسنال قادم من بعيد. الأرسنال شد حيله كثير في فترة أعياد الميلاد واستفاد من تكدس المباريات في فترة زمنية قصيرة. احكي لي في خانة التعليقات شو أحلى مباراة شفتها هذا الأسبوع، واحكي لي شو الفريق اللي بتشجعه، بدي أعرف شو الفريق الأكثر شعبية عند متابعينا. أكيد بحب أقرأ تعليقاتكم، والتعليقات الجميلة راح يكون من نصيبها اللايك والقلب، وإذا ما اشتركت في القناة اشترك يا صديقي وفعل جرس التنبيهات على كل إشعارات. وهي حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي بحب يناقشني كرويا او يشوف يومياتي خارج اطار كره القدم فاهلا وسهلا بالجميع. لا تنسى تفجر زر لايك اذا عجبتك الحلقه، واللي ما شاف الحلقات الماضيه يشوفها. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم.